نجاح عمليات اليمن وإخفاق التحالف الأمريكي الغربي في حماية الملاحة الإسرائيلية يتصدران اهتمامات الصحافة والإعلام ومراكز الدراسات والتحليل. المعهد الكندي للشؤون الدولية يرى أن العمليات اليمنية تقود تغييراً استراتيجياً في الحروب البحرية، ظهرت حاجة القوى العالمية لأنظمة دفاع بديلة بعد فشل الأنظمة التقليدية عالية الكلفة في ساحة البحر الأحمر. الأزمة الغربية في الحرب البحرية ضد اليمن بقيادة واشنطن تكمن بحسب المعهد الكندي في عجز السفن الحربية الغربية عن الصمود أمام الهجمات اليمنية طويلاً، لناحية أن أي هجوم واسع يمكن أن يؤدي لاستنزاف كل المخزون الصاروخي على متن أي سفينة، ما يجبرها إلى الانسحاب لعدم قدرتها على حماية نفسها. المعهد الكندي خلص إلى أن العدوان الأمريكي الغربي على اليمن تسبب بنتائج عكسية أضرت بواشنطن وسمعة أسلحتها، وخلق مخاوف تجاه قدرات الدفاعات الجوية البحرية الغربية في ظل إثبات إمكانية استهدافها خلال وقت قياسي، وهو ما جعل القطع الحربية التقليدية مكشوفة بشكل كلي في وقت حققت فيه القوات المسلحة اليمنية نجاحاً كبيراً في تعطيل الملاحة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية. صحيفة ماكور ريشون الصهيونية من جانبها ذهبت إلى أن ما يسمى الردع الإسرائيلي تآكل حتى العظم خلال الأشهر الستة الماضية، لافتة إلى أن العدو تقبل الحصار في البحر الأحمر باعتباره قدراً، في إشارة إلى عدم قدرة الصهاينة وحلفائهم على مواجهة القدرات اليمنية والحد من العمليات. موقع وور أون ذا روكس الأمريكي بدوره شدد على أن البحرية اليمنية تقدم في عملياتها العسكرية مدرسة جديدة وعصرية في الحروب البحرية للعالم، وأضاف أن التجربة اليمنية تكشف أنه لم يعد أمر السيطرة على البحار مقتصراً على من يملك الأسطول البحرية الأضخم، وأن مجموعة من السفن الصغيرة جداً يمكنها أن تسبب أكبر تهديد للسفن الحربية العملاقة التي تملكها الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما يشهده اليوم البحر الأحمر. كما أشار الموقع إلى أن التكلفة المالية الباهظة في قيمة هذه الأنظمة الدفاعية الغربية نقطة قد تكون حاسمة في المعركة لصالح الطرف الآخر. وفي السياق نفسه أكدت مجلة The National Interest الأمريكية أن إنفاق البحرية الأمريكية مليار دولار من الصواريخ الدفاعية في البحر الأحمر يؤكد عمق تورطها في المنطقة، وأضافت أن حرب الاستنزاف هذه ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين.